بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه تحبيب رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه وصفة طبية طبيعية وسحرية من الدكتورة بطوطة عطية، شيف بطوطة عطية، والدكتورة بطة عطية من السعودية. أفضل وصفة وأحسن وصفة للشعر جرجير، ويخلي الشعر حرير. جرجيري بتخلي الشعر حريري، وجيلاتيني من الأرز، مية برز، حطيت كوباية صغيرة صغيرة مية، وبيتها للتاني يوم، وضربتها في الخلاط وجرجير وشوية سكر صغيرين وزيت الزيتون. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي الرسول. بنستعملها كل يوم عشان إما متسيبهاش وأنا حطها في الجو بدل الجو سائل، خليها بره سائل، خليها في الثلاجة عشان مش منها. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله. خلي الشعر حرير. اللهم صل على الحبيب. والاستعمال كل يوم، عاوز اعمل يومين في الاسبوع، ما اشتغل في الاسبوع مش، بس هي افضل كل يوم عشان يخلص. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب يا رسول.